السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشبكة شباب، شو أخباركم؟ إن شاء الله بخير. جات لكم حلقة جديدة من لعبة أرك سيرفايفر سيرفر الأرواح. قبل ما نبدأ بالحلقة طبعا لا تنسونا من زر اللايك واشتركوا بالقناة لحتى يوصلكم كل جديد. صلوا على الحبيب محمد عليه الصلاة والسلام. طبعا مثل ما كنتم شايفين أنا راكب على هذا اللي نحن فكرناه إنه عادي، طلع جدا أسطوري يا شباب. هلا اللي حورجيكم إياه وورجيكم إيش صار معنا. طبعا فيه هلا هذا الديناصور، هذا الضفدع شكله جدا خرافي. طبعا الحلقة الماضية مثل ما شفتوا قتلنا الدراغون، لكن ما فتح لنا التيك للأسف، طلع في جلتش بالسيرفر مدري إيش بعد الريستارت. فتح لي، فاللي فتح لي فتح لي تقريبا الترانزميتر، فتح لي شغلات تانية، يعني شغلات مو كتير، حتى البدلة كاملة تقريبا ما انفتحت لسه باقي البوت. على كل حال ما في أي مشكلة عنا إن شاء الله. اليوم بس نحن بدنا نسوي الترانزميتر. طبعا رحت قتلت شو اسمه الأخطبوط وجمعت عندي شو اسمه يلي اسمه البلاك بيرل، ورحت كمان على الثلج الخطير وجمعت البلاك بيرل. طبعا نحن لازمنا اتوقع انه بحدود الخمسة حاليا اذا بنقدر نسويهم. والله رح ينقصنا ميتال انجوت. طيب اوكي ميتال انجوت ايزي يا زلمة ايزي. طيب انا هون جهزت شوية جازولين، يب المفروض انه جاهزين. خليني اورجيكم هذا اللي اسمه الفا فورج يا شباب. حرفيا هذا الفورج طلعوا 1 2 3 4 5 يمكن بتعدوا للعشرة، هدول بيكونوا خالصين. طبعا في بس هون ناح بيتي تحت صراحة، شوفوا والله ما اللي عارف شلون بدي اخلص منه، خايف منه الصراحة. لكن شايفين السرعة الاسطورية يا زلمة يا اخي شو هاد. اوكي على كل حال مو مشكلة، امورنا ايزي يا شباب. خلونا نرجع لهون نكتب التك وننزل لتحت نطلب منه خمسة. اوكي جاهزين يا عيني يا عيني. هلا الخمسة بما انه صاروا جاهزين معنا لها نحطهم نشغلهم ونشوف شو اسمه اذا رح يكفونا هدول الخمسة لحتى انه ندور على الديناصورات. اتوقع يمكن ايه يمكن لا، ما بدي كتر لانه ما عندي إليمنت زيادة، عرفتوا كيف؟ فالخمسة هدول اتوقع انه كافيين لحتى يدورولنا على الديناصورات اللي نحن رح نحتاجها. بتقولي في كتير شغلات، بتقولي روض ذئب روض ذئب مدري ايش شغلات كتير 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 عنا بتقولي اياها. فخلونا نشوف اذا هون اللي حيطلع لنا حاليا هو. اوكي لقفت شوي ليش؟ لانه في ديناصورات عددها كتير كبير بالماب. اوكي فتح، اوكي نايس. طيب اذا بدنا الفا رابتر اوكي نايس رح يعطينا حتى موقع بالخريطه. اوكي نايس والله ممتاز هيك، والله ممتاز يا شباب. معناتها هيك هلا صار كل شيء موجود قدامنا، فينا ندور على اي شيء بدنا اياه. تمام تمام. اول شغله بدنا ندور عليها اللي هي هي الصراحه، هي اللي حكينا عنها بالحلقه الماضيه انه بيموت جينيموس، هي اللي حتساعدنا لحتى تعطينا هذيك النود اللي حكينا عنها البيضه لحتى نقدر نظبط ونبلش بقى نطور بالديناصورات اللي بدنا اياها. فهي 77 71 خلونا ننطلق لعندها مباشره. اولا بدي اخذ هذا 77 71 خلينا حافظين العنوان 77 71 اوكي هيك نايس ما في مشكله. خلينا نروح لعندها ونشوفها شو وضعها شو بدها شو الشغل اللي فيها. بقول انه بس نكسرها وخلص مشي الحال. خلينا نشوف، المفروض انها تكون هون، هي المفروض انها تكون هون التور على حسب ما كاتبين، المفروض انها هون صح يبا هي. اوكي معقول انه هي هي للشباب اللي بتعطينا النودل هذيك، والله ما بعرف، لكن كاتبين انه هي لازم نحن نحميها، عرفتوا كيف؟ كاتبين انه لازم نحن نحميها. لا يا اخي لا لسه ما بلشنا يا عمو. قربت تشوف قربت دوايفرن. اوكي تعال تعال ايزي ضربه واحده بتموت انت، تعال تعال لا تقروشنا، تعال يلا الكم. اوكي خلونا ننزل نشوف شلون الوضع عندها، شو بدنا نسوي فيها، بدنا نكسرها ما بدنا نكسرها. اوكي علقنا ما صار الا يا الله يا اخي شو هاد. اوكي نايس تعال خلونا ننزل نشوف. اوكي والله وانا داري. اوكي في حرف الاي creator your actions appear to have resulted in massive corrupt element wave fluctuations in the area. I will track the element waves. في شيء صار by you via your HUD display. في شيء صار يا شباب. والله سكروا علي بشيلد. اوكي ما بقدر اطلع برا الشيلد يا شباب، هي اول معلومه ابشركم. هذا ايش؟ اوكي ما بقدر ادمجه. What? Creator, I am detecting a repeating wave of small corrupt organic organisms inbound. May I suggest defensive action be taken, creator? Okay.
اوكي في اشي لازم نبعده عنها. اوكي اوكي بتعرفوا والله شكلنا لازم نجيب يا شباب ايش لازم ندافع عنها. اوكي لازم ندافع عنها والله يا شباب. اوكي في ويفات معناتها لازم ندافع عنها يا شباب. اوكي نايس 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 ما في مشكله ما في اي مشكله. اوكي تعالوا 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 معناتها بتعرفوا شو لازمنا عمليه استدعاء سريع يا شباب. لازمنا استدعاء سريع لمين؟ عمل لي هيك طول بالك طول بالك رح نتفهم. سبيريت وولكر ريكس ايوه يا حبيبي عليك نايس نايس نايس. لا مو وقت العمي هلا يا شباب. اوه والله في اشي جاي قوي. اوكي لكن ايزي ايزي يا شباب ايزي ان شاء الله ايزي بيكون الوضع. اوكي في شغلات عم تنزل بالارض صراحة معقول تكون هي النودل هاي اللي نحن عم ندور عليها. اوكي كلياتهم عاملين علي اجرو والدمج تبعهم جدا عالي. اوكي بدي اشوف هاي اللي عم توقع بالارض انا يا اخي ممكن بس واحد يصبر شوي نشوف هاي اللي بالارض ايش اللي عم توقع. اوف 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 لك اصبروا اصبروا انا اخذت ايش كربتت نودل. اوكي والله يمكن هاي هي يا شباب والله يمكن هي هي ما اقول والله ماني داري. لكن على كل حال خلونا نخلص الويفات حتى الويف الثالث بلش يعني. اوكي لا تعمي يا اخي لا تعمي لا تعمي والله مو وقتكم هلا. بناخذ كرافتد نودل عاديه مدري البيضة ماني داري. اوه شوف الكرافتد نودل اللي صار معه لهاد. اوكي بس اتوقع انه لازم ناخذ اللي بالارض صح ولا لا؟ اتوقع انه لازم ناخذ اللي بالارض يا شباب. اوكي تعالوا خلينا نخلص عليكم يا زلمه ما اكرهكم انتو. تعال تعال انت وياه تعال يلا يلا شباب لازم انزل اخذ هدول بالارض هدول مهمين اتوقع هن هن الشيء اللي بدنا اياه. اوه دي نزينا سباينو والله والله سباينو. تعال تعال كارنو. اوكي ايش باقي؟ والله ماني داري ايش باقيان لكن انه عملت اللي علي اتوقع انا اتوقع اني عملت اللي علي يا شباب باقي 70 مدري 72 اذا شايفين في هون على تنازلي ورا ماني داري لكن والله حرفيا هذا الريكس اسطوري اسطوري والله. تعالوا يلا 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 اللي بعدك. اوكي اجى الريكس اجى الريكس هلا اجى الريكس تعال تعال حاجه تعيط هاش طيب. اوكي والله شكلي طلعت بموارد اسطورية يا شباب حرفيا شكلي طلعت بموارد اسطورية. طيب تعالوا يلا مين في عندكم مين في عندكم كمان شباب لازم اعمل له لهذا اجريسيف ايش رايكم انزل اجمع لي شوية اغراض انا ولك جاي افكر قلتكم بنجو ولا ما بنجو والله انجو بحياتك. اوكي اخذنا شوي تعال اوكي لحقنا لحقنا نركب لحقنا نركب. اوكي حاطين لي 101 202 ماني عارفان شو الفكره انا من هون لكن اتوقع انه هذول يا شباب عدد الديناصور اللات البقياني اللي لازم اقتلها. خلونا نخلص بقى وبرجع لكم. اوكي اوكي يا شباب كاتبين لي انه باقي 28 بقى 28 شو ثانيه خليني اوقف والله. اوكي باقي 28 ثانية. اوكي انا مفكر انه والله الباقي لي مثلا انه عدد ديناصورات معين طلع لا وقت هاد بس ان شاء الله ما يكون لسه في شو اسمه ان شاء الله ما يكون لسه في ديناصورات بعد ما اخلص هدول بعد ما يخلص الوقت لانه الصراحة اخذت وقت كبير. اوكي we appear to have survived of course had faith in you. Element wave intensity appears to be fading rapidly. اوكي والله ما بعرف شو صار الصراحه لكن اتوقع انها خلصت المفروض انها خلصت. باقي كم واحد خليهم يجوا لازم انزل الوت هنيك لازم انزل الوت هنيك. اوكي خلصت اوكي نايس nice.
خلينا ننزل ناخذ هدول. والله ما بعرف اذا الصراحه هدول هنين اللي بدنا اياهم نحن. اوكي عم لوت ايش بيطلع قدامي. قربت النودل مدري ايش صراحه هنين ولا مو هنين ما بعرف، لكن بدنا ناخذهم يعني. اوكي هذا ايش. اوكي قربت النودل كمان نايس. طيب هلا بقدر اكسرها ولا ايش؟ اي كومبليت جينوم. اوكي اخذت جينوم كي، اخذت جينوم كي يا شباب. اوكي اخذت جينوم كي حلو واحد، واخذنا لوج مدري ايش، واخذنا هذول نودل مدري ايش. طيب نحن صرنا كل هالوقت جايين نظبط ونسوي ونعمل ونيم ونحط بس على مود شو؟ معقول انه خلص مشي الحال؟ والله ماني داري. على كل حال خلونا نرجع على البيت ناخذ هذا نرجع نحن وياه، لانه الصراحه طلعوا شد معه اغراض. طلعوا 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 شايفين؟ معه اغراض بالهبل. فبنرجع على البيت نحن وياه. اوكي نايس. انا شو قصه كل البوسات جنبي اليوم؟ كل البوسات جنبي اليوم. لا تقول لي هي بتكسر الحديد وبتكسر الشيلد وبتدخل. اوكي ما بتدخل، ما مستحيل تكسره وتدخل يا شباب مستحيل. اوكي تمام. صراحة يا شباب وقفت صوت الموسيقى شوي لانه بخاف عليها من الكوبي رايت وما فيني. طبعا انا موقف صوت الموسيقى لكن ما بيمشي الحال. تمام هلا خلينا نعمل لها هي تيرن اون. اوكي الكي ما بعرف اذا هذا هو الصراحة يا شباب الكي اللي حطيته انا ولا لا، لكن الصراحة هي اللي حطيته انا هون هي هي نظامية 100%. لازم نجي لهون هلا المفروض انه نحط النودل هاي مفروض. اوكي لا هاي مو بالتروفي بتنحط. اوكي هاي كمان مو بالتروفي بتنحط. طيب هاي اوكي هاي بتنحط هون بالتروفي. طيب اوكي فينا نظبطها هلا اذا نعمل لها اكتف. والله ماني شايف اشي جاي يصير يا شباب صراحة. هون وهون ما لازم احط شي انا، لكن هون هون حطينا هذا المفتاح. طيب دقيقة المفتاح هاد دقيقة ثواني شيل المفتاح اعطيني اياه لهون، شيل هذا المفتاح كمان اعطيني اياه لهون، خلينا نحط هذا المفتاح. اوكي هلا هون هون المفروض في اشي ابيض ينحط يا شباب. عفوا اعطيني وحدة بالله بس نشوف. 1 اوكي ما بتنحط. في اشي ابيض زي هي يا شباب الصراحة ما عم بعرف منين اجيبه. والله ماني داري منين اجيبه، لكن مو مشكلة بنكمل ان شاء الله بنسويها بين الحلقات. او بسويها معكم الحلقة الجاية بكون تأكدت من الموضوع 100%. المهم انه في واحد من الشباب قال لي انه الغوريلا لازم انت تطعميها بايدك. كيف اطعميها بايدي؟ يعني انه انا لازم احط الاكل فيها عندها واكبس لها حرف اكبس لها حرف الاي. فرح ناخذ معنا الروماتن. اوكي هي شويه روماتن، ورح ناخذ معنا النجت. اوكي هي كم وحده نجت؟ 4 نجت مناح ممتازين. تمام هلا بنطلع وبنروح لعند نفس ال شو اسمه نفس شو ال اوكي انتو خير. شوفي هون في عزيمه يعني شباب. الو اوكي بنروح لعند نفس الغوريلا اللي كانت نايمه اللي نيمناها وتركناها، نروح لعندها نفسها لنشوف اذا كلام هذا الشاب صحيح ولا لا. اوكي ليك الغوريلا موجوده لحد الان نايمه ما في عليها اي مشاكل. اوكي انزل بالله. شايفين كاتبين لي هلا بدها وحده روماتن. طيب نايس نعطيها وحده روماتن طعميها. شايفين ما صار اشي يعني طعمتها. طيب هي نجت طعميها. شايفين ما تيم ولا صار له اي اشي يعني ابدا ابدا. هي عنا سيد نيجت. اوكي ممتاز لازم نرشيها على البيت نحفظها لانه فورا بتروح يعني بتموت. شايفين يا شباب هي مثل ما قلتوا لي هي حطينا لها متن طعمته يا ما تروح. عرفت علي كيف؟ فالموضوع مو هيك. ما في عنا غير حل واحد اللي هو هذا الكبل. خلوني اورجيكم اياه كيبل. اذا منزل الاخير هذا كيبل جديد ضايفينه بالاف ام كي. هذا بيعملوا لك فورست تيم يعني حرفيا بيروض لك اي ديناصور شو ما كان بياكل شو ما كان هو. تمام
فلح يحتاج شغلات كتير ان شاء الله تعالى. لحاول جماعة هاي بين الحلقات يعني بكرة نظبطها نجمع الموارد تبعتها وان شاء الله تعالى من منسوي ونرجع منجرب عليها، يعني ما عندنا حل غير هالحل. اوكي شباب، واخيرا لقيت هالفقاعة، اتوقع انه هي هاي، لكن هاد شفته واقف هلا هون قتل تنين بضربة واحدة هي له 10 مليون. ايش عمل فيه الصراحة مالي عرفان، خبص وخبص حرفيا، خبص وخبص. اوكي نام نام لنشوف شو قصتك، نام حرفيا دايما يا شباب. شكله والله شكله اسطوري. اوكي بده كبيلات عادية، كم كبل؟ 2 3. اوكي دايم تعرفوا والله خليني اخده معي بس هلا دقيقة، لانه المهم هلا عندي انا ايش اسوي، المهم عندي اني اروح اسوي الويفات تبعات هديك، ضروري جدا لازم اسوي الويفات تبعات هي الفقاعة. وين راحت بس؟ اوكي يب هي هي، ان شاء الله اني اقدر افعلها. اوكي خلونا اول شيء نستدعي الريكس السبيريت. يب السبيريت. يا الله يا الله، هذا ما بيتدمج يا شباب، هذا ما بيتدمج. هذا كيف بدنا نقتله؟ هذا لا، بالله عليك لا تقتلها، بالله عليك لا، يرحم والديك لا، والله ما هو شغله هاي. بيقتلها بيقتلها. اي اي تعال تعال الحقني الحقني، تعال نشوف. شايفين بدمج الصفر، بدمج الصفر يا شباب. لا حول ولا قوة الا بالله. يا الله يا شباب حرفيا الوضع مش طبيعي، والله حرفيا الوضع مش طبيعي. كل الديناصورات جاية تعمل اجرو هون، بدنا نشغل بس هي. نحنا هي كيف بالله ممكن اشغلها؟ بالله عليك كيف ممكن اشغلها؟ تعال ريكس تعال خلينا نجرب، نطلع على راسك. مشكلة مصيبة، لازم نشغلها هي يا شباب. اوكي اوكي كأنه طلع حرف الاي، كأنه طلع حرف الاي هون. اوكي اشتغلت 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 يا شباب، اشتغلت. شغلتها صح ولا ما صح؟ والله بقى انا اوكي شغلتها المفروض. اوكي شو المشكلة شو الوضع؟ والله انا بعرف شغلتها، كبست الاي ورجت الارض، شو المشكلة؟ اوكي شايفين هجت الارض. اوكي اشتغلي، والله العظيم اشتغلي علينا ولو. والله يا شباب فقدت الامل منها الصراحة، 100% فقدت الامل منها، ما لي عارفان شو ليش هي هيك يعني الصراحة، ما يعني ما اشتغلت. عرفتوا كيف؟ رح اشوفها خلف الكواليس رح اشوف وضعها، لكن هذا لازم نجربه، هذا لازم نعرف شو وضعه. اوكي اعطينا سدل، اوكي بركب له سدل، نايس جدا جدا. طيب خلونا نعطيه كمان هي. طبعا في واحد من الشباب قال لي لا تعطيني برنتنج لحتى تخلص الفيلو على الاخر، لحتى تجيك الفيلات حتى يدوب لك الدمج ويدوب لك الهيل. تمام انا بعرف هي النظريه مو 100%، بعرف انه عاديه. عرفتوا شلون؟ يعني انه ممكن تعطيه اي شيء ويشتغل. عرفتوا كيف؟ انه هو اصلا بدبل الدمج حتى بالليفل اللي انا عم برفعه. عرفتوا كيف؟ فمو مشكله خلونا نعطيه هدول. وقلتولي انه في ذئب ثاني اسمه الوان تيل، اسمه وان تيل اتوقع هيك مفروض اسمه، فخلونا نبحث عنه. قلتولي انه هذا الذئب شيء اسطوري جدا، فبنجربه اليوم ليش لا. اكتب هون وان تيل. اوكي وان تيل. اوكي في عنا 600 صاير 26 19 26 19. نايس ايزي، قريب هون قريب جدا، 26 19. اوكي يب هذا هو، اتوقع انه هدول مثله. يب هدول مثله والله، لكن خلونا ناخذ هذا. نحن كل شغلنا بهذا ابو الليفل 600، شغلنا كله وين؟ عند ابو ال 600. حلو نايس نايس نايس، سحبنا. بده 2 كبل اتوقع، ايزي 2 كبل. ما حدا رح يعمل علي اجرو، لحالها اعطيه 2 كبل على السريع. اوكي تفضل، هلا والله هلا والله. فورا. اوكي
تعال 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 يا عمري تعال. اوكي مس حلو. هلا صار عندنا 2 ذيابه يا اخي. وايش مشكلتكم انتوا لسه كل اي كيل يو اي كيل يو يا عمي؟ اصبر شوي. خلاص يا اخي خلاص سيبنا بقى من الكلام ده الفاضي ده. اوكي سبيريت لازمنا ديناصور سبيريت يا شباب غير الريكس. بما انه طلع الريكس اسطوري فاتوقع انه يطلع كمان غير ديناصورات اسطوريه. فليش لحتى ما ندور عليهم؟ خلوني اروح اشوف الترانزميتر ايش في عندنا سبيريت. اوكي دايم السبيريت ما اكثرهم يا شباب، دايم السبيريت ما اكثرهم. اوكي انا سورو، انا ثيرازينو، انا سباينوسورو ورابتر ماموث. والله عندنا شغلات كثير. ديودون ريكس رابتر جيجانتوسورو تولر مدري هي ايشو. والله نايس والله نايس. تعرفوا عم بفكر بالثيرازينو او الالاسورو. والله الالاسورو شكله حيكون فخم. اوكي 72 72 48 72 48 وين الكريفن؟ اوكي 72 48 المفروض انه هون. يب ليكو يب 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 ليكو 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 ليكو. تعال 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 يا حبيبي تعال تعال يا حبيبي. القم؟ لا يا معلم. ايش في؟ ايش في انت زعل؟ الو 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 شو الايم هذا البايت هذا؟ اوكي القم القم ونام ولا حكي فاضي. اوكي بدك 5 كبلات نايس، 5 كبلات جاهزين معنا. تفضل. هلا هيك يا شباب صار عندنا ترويضاتنا اليوم. اتوقع انه فخمه، اتوقع انه فخمه. انا متحمس كثير لمول وانتي لهداك الديناصور يلي لهداك الذيب الكهرباء. انا هداك اللي متحمس له يا شباب. اوكي خلونا نرجع بقى هلا على البيت، اتوقع انه صار وقت التجارب. اوكي خلونا نجهز ديناصوراتنا. طبعا يا شباب اللي عنده اي معلومه ولو كانت صغيره عن المود جينوموس بهي القطعه اللي انا فيها هلا حاليا يكتب لي بالتعليقات لحتى نعرف شو بدنا نسوي. اوكي يا شباب بدنا نسد لهاد. اوكي هدول ما بيركب لهم سدل، هذا شيء متفق عليه. اوكي هذا بيركب له سدل معناتها هيك المفروض. يب بيركب له سدل. اوكي نايس، معناتها خليني اجيب لهم الاكس بي بوشن، اعطيهم كل واحد اكس بي بوشن خفيف هيك نضيف وبننطلق بنجربهم. اوكي لارج نعطي 2 لهاد و2 لهاد وبننزل بقى بنجربهم منهم فورا على السريع. اوكي خذ النص انت شاب هدول 2 وتعال انت. الو 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 خد لك 2 نايس حلو. نجرب الالاسورو اول، ايش رايكم؟ نجرب الالاسورو. اوكي حلو تعال نشوف. اوه اوه يا 6 مليون اوف يا 6 مليون دايم واحلاهم يا شباب. اوكي خلونا نكمل خلونا نكمل تلفيل، لازم نكمل تلفيله لحتى بعد اخر شيء نعطيه برينتينج مثل ما حكى الشاب مثل ما قال لي رح اسوي لحتى نشوف انه في فرق ولا ما في فرق. اوكي طيب لساته 139 يلا يلا يا عمو. حلو هي حطينا له حاليا 150 ليفل بالدمج، حطينا له حاليا 150 ليفل بالدمج. 13 مليون والله نايس 13 مليون حلوين الصراحه حلوين حلوين. اوكي هذاك ايش هذاك؟ الفادير وولف ديم ديم. والله تعرفوا شباب مرتب هذا ها، لكن لازم نلفله اكثر من هيك. شو هاد؟ سبيريت وولكر جيجانتوسورو. اوكي والله الجيجات هون بس تعرفوا شكلي ما لحق اعوضه هلا. خليه لغير حلقه شباب، شو رايكم؟ خليه لغير حلقه. اوكي تعال انت موت تعال تعال القم ابلع. ما اعطاني اشي؟ اوف والله ما اعطاني اشي. بس تعرفوا اتوقع يمكن يلفلني هلا ماكس، اتوقع انه ممكن يلفلني ماكس. يب لفلني ماكس ممتاز. معناتها بنكمل له ال 200 ليفل بالدمج. خلينا نشوف دمجه وين واصل. هلا هو كم هيلو؟ هيلو 23 مليون. اوكي لا لازمه 100 ليفل بالهيل، لازمه ضروري ال 100 ليفل بالهيل. نجرب دمجه هلا وبنعطيه الامبرنتنج لحتى نشوفه مثل ما قلتوا لي انه النظريه صحيحه رح يدبل عليه الدمج والهيل ولا لا. اوكي خلونا نشوف على الديناصور عادي الدمج هلا كم. اوكي هون في سبيريت، اوه في واحد في ناحيه واحد والله. دايما رجعت جبته من الصحراء. اوكي
اتوقع عنده ريديوس دمج ما ادري، لكن خلونا نشوف غيره. اوكي ابلع. اوكي 16 مليون شباب، 16 مليون هيلو 72000. اوكي اعطيني هدول، بالله هدول مهمين جدا. اوكي هلا بنعطي الامبرنتينج مثل ما حكيتولي. تفضل 72 مليون رح يصير 108. الهيل ما دبل، شايفين الهيل ما دبل، لكن الدمج هلا ببين معنا كله كمان. اتوقع انا نفس الشيء يا شباب، ما بتفرق ابدا. اوكي 31000. هلا الدمج دبل، والله الدمج دبل 31 مليون. هي تقريبا قريب على الريكس. طيب كليك يمين ما في شيء، السي اكس ما في شيء. اتوقع انه هي ضرباته، لكن حلو حرفيا فخم يا شباب. سبيريت اتوقع ديناصورات السبيريت من اقوى ديناصورات السيرفر هتكون. اوكي هلا صار وقت شو؟ الولف. متحمس لهذا اول شيء انا. ابطا منك ما في خيطه؟ طير. بس اتوقع انه ما عندك فول دمج صح؟ والله عنده فول دمج. والله عنده فول دمج مع انه نطته هي يعني. ها اوكي بسم الله. كليك يمين. او ماي جاد. العضه العاديه عنده ضربة سي. وات وات طلع كهرباء وراه. اوكي روحوا هجموا هنيك. اوكي روحوا هجموا هنيك. هجموا هجموا على دير وولف. تعالوا 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 هجموا على دير وولف. هجموا على دير وولف. اوكي اختفوا. الاكس اكس ما بتسوي شيء. طيب خلونا نجرب على هاد. خدر خدر يا شباب. طيب كليك يمين. شفت اللي شفته يا شباب؟ شفت اللي شفته حرفيا دايم. طيب سي هجموا هون. بالله عليكم هجموا. ما لا تقلي ما بتهجموا، لا تقلي ما بتهجموا. اوكي كهربوا. مين كهرب مين؟ نعم انا اسف انا اسف. جيجا طول بالك يا جيجا. نايم شباب نام. كيف نام؟ ما قال هما بينيموا؟ اوكي والله نايم. خد لك هاي، خد لك هاي. اوكي صح صح. تعال اشوفك بتنيم انت ولا ما بتنيم. نشوفه حنعطيه ضربة واحدة، إذا نيم معناتها ايزي. ايش المشكلة؟ معقول هو هذا بناء بنيم ال شو اسمه؟ والله ما بعرف، خلينا نقتله. اوكي فرمنا فرم، صراحة اوفر باور يا شباب. ديم 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 ديم. والله شي قوي 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 قوي. والله ما توقعت هيك يكون يا شباب. بس هو ليش المفروض انه هو ما ينام؟ خلونا نجرب على هذا هلا، على هذا نجرب. اذا هو نام معناتها في مشكلة. اوكي هذا الالف هذا ما نام. اوكي هذا المود الصيني صح، نسينا ان المود الصيني ما بيتأثر بإشي. هذا مات على الاخر. اوكي نسينا ان المود الصيني يا شباب ما بينام ما بيتأثر على الاخر. مصيبة هاي الصراحة. طيب انت والله نيموا يا شباب. والله ديم والله ديم. هذا طيب هذا بنقدر نقتله هلا اذا كليك يمين مثلا. ما بيتأثر شايفين؟ ما بيتأثر مستحيل. ايه بيقتل كل شيء حواليه، بيقتل كل شيء حواليه. ايه اوكي كملوا في الاجانه بس 153 يا عمي حرام عليك والله. لازم قتلنا شيء ديناصور قوي. اوكي روك جولم تعال تعال عاوزك في كلمتين. تعال عاوزك في كلمتين قبل ما تمشي كلمني. خرب يوم ما ارجله يا محمد يا شباب. والله مش طبيعي. لا والله انا متحمس الف له كامل لنشوف قديش رح يوصل هي ليفله، حيصير قديش حيوصل دمجه يمكن عن التوربر. اوكي
اوكي في اشي عم ينقص له دمه يا شباب. اعطيه 200 ليفل بالدمج. اذا اعطيه 200 ليفل كلياتهم بالدمج. اتوقع لسه بيزيد عنده شوي بحط له 100 بالهيل و 200 بالدمج. اوكي لسه في عنده ليفلات. اوكي قديش صار هيلو؟ خلينا نشوف والله انزل اشوف. 143,000. اوكي. هلا بين معنا الدمج قديش رح يصير. 7 مليون بهي الضربة. اوكي هي الضربة 7 مليون. هذيك الضربة قديش؟ او ماي جاد. تعالوا نشوف. 57 مليون. 57 مليون. سبامات ها. سبامات ما تنسوا سبامات. هي ما في امبرنتينج لسه. تعال. تعال خذ امبرنتينج تعال. بعرف اني جربت اوه بتعرفوا اني طولت بتجربته. لكن يا شباب مش بايدي الصراحة. والله مو بايدي. اوكي تعال اشوف. 111 مليون. تمزحوا صح؟ 111 مليون سبام؟ لا والله كثير هيك. اه والله كثير هيك. شباب هاد ولا الوانتيل؟ هاد ولا الوانتيل؟ ما اتوقع الوانتيل. ما اتوقع الوانتيل عاد له شغل يا شباب. ما اتوقع الوانتيل عاد له شغل. 14 مليون صارت الضربة العادية. هذا اين تخدير؟ اين ترويض؟ اين حركات؟ اوكي هذا 2 بليون. طيب خلونا نشوف على هاد. هذا شد رح يدمجه. ايش رايكم؟ نجرب هذا قديش رح يدمجه؟ خلونا نشوف. اوف اوف والله 111 مليون سبام. قتلت البوس. قتلت البوس صح؟ والله قتلت البوس. والله قتلت البوس يا شباب. ايه شوفوا شو عطاني. قتلت البوس. خلص خلص على البيت على البيت يا كبير. خد هي العشر ليفلات كمان بالهيل. هيك هذول شو اسمه؟ شوفوا لي الانمي. قوموا عمي قوموا. قتلت بوس. قتلت بوس. هلا والله. طيب شباب بما انه هاد هيك طلع الشكل هيك طلع شغله. بدي تقولوا لي الوانتيل الحلقة الجاية تتوقعوا لي قديش رح يوصل هيلو، قديش رح يوصل عفوا دمجه. هاد شفتوه فخامة الفخامة. 111 مليون سبام. خليني اشوف بس هاد شو حركاته. اوكي هذا اتوقع نفس الشيء. اوكي. عنده شيء برسبنه. اوكي برسبن نار معه. اوكي هذا كهرباء وهذا نار. اوكي تحدي مين الاقوى الحلقة الجاية يا شباب؟ هذا ولا هذا؟ هذا 111 مليون، هذا الحلقة الجاية رح نجربه ونشوف قديش الدمج تبعه رح يكون، وشلون رح يعملنا الشغلات يعني شو رح يسوي، مين أقوى حيكون؟ دايما حرفيا لسوي جيش من هذا الجيش من هذا يا شباب. أوكي إخواتي، اللي بيعرف شيء عن موجينوس اكتب لي بالتعليقات، وأنا لهون رح أكون وصلت لنهاية الحلقة، لأنه حرفيا صار لي زمان عم بصور، وبس بتمنى ما تنسونا من زر اللايك، إذا ما كنتوا مشتركين اشتركوا وفعلوا زر الجرس، أشوفكم فيديوهات ثانية، السلام عليكم.